سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام النسائي رحمه الله. قال: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني ابن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا. أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الحديث حديث عباية بن رفاعة في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أنه في قسم الغنائم تعدل العشر من الشاه ببعير، أما الضحايا والهدايا فإن السبع تعدل بالبعير أو بالبقرة، هذا في قسم الغنائم. في قسم الغنائم تعدل العشر من الشياه ببعير واحد، في الضحايا والهدايا تعدل السبع بالبعير الواحد أو بالبقرة. سعيد المسروق هذا هو والد سفيان الثوري رحمه الله، هنا وفي الحديث الثاني في حديث ابن عباس في اشتراك العشرة في البعير في النحر، حديث ابن عباس هذا حسن، وفي أن من ذبح في أن اشتراك العشرة في البعير في النحر. قال: كنا مع رسول الله في سفر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. نعم. السلام الله عليكم. ذبح الضحية قبل الإمام. أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: أنبانا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب حاء، وأنبانا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله، إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد ذبحا آخر. قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: اذبحها فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قال: عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. نعم، الرخصة لم تبلغ من سواه،
بل هي خاصة بأبي بردة كما دلت على الحديث السابقة. نعم. صلى الله عليه. فلا أدري أبلغت رخصتهما سواهما أم لا، ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاء، وأنبانا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين، قال ذبحها. في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح لاسم الله عز وجل. نعم، هذا الحديث فيها دليل على أن من ذبح قبل الصلاة فإنه يعيد ولا تجزيه، لابد أن تكون الصلاة تكون الأضحية بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العيد. ومن كان في البوادي أو في البراري فإنه إذا ذهب مقدار صلاة العيد فإنه يضحي، طلعت الشمس وارتفعت وذهب مقدار صلاة العيد فإنه يضحي. ففي أن من ذبح قبل صلاة العيد فإنه لا يجزيه، بل يعيد ذبحا آخر. وفي أن الجذعة من الماعز لا تجزي في الأضحية، وأن أجزاء خاص بأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنه قال تجزيك ولا تجزي عنه بعدك، فيه دليل على الخصوصية. أما الجذعة من الضان فإنها تجزي، الجذعة من الماعز لا تجزي. نعم. صلى الله عليكم. نعم. عليك ذكر مع أبو بردة عقبة بن عامر. شيء. ذكر الأثيوبي أحسن الله إليك. قال أنا مع أبو بردة عقبة بن عامر. يعني تجزيه. مرخص له. يعني في حديث أنه قال عتود أن بقي عتود، فقال صحي به أنت. في عقبة بن عامر في قصة العتود. قال عتود قال ضحي به أنت. لكن الحين قال ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا ينظر إذا صح فينظر يكون هذا قبل أن يقول أو بعده. نعم. نقرأ شيء كلام الثيوبي. ذكر تعليق بسيط. ملاحظة الثيوبي. وش يقول؟ قال الجامع حفظ الله عفى الله تعالى عنه، هذا البحث الذي تقدم من الحافظ بحث نفيس جدا، وخلاصته أن الجذع من الضأن لا يجوز التضحية به إلا لمن خصه الشارع. جذع من الضأن. من الضأن ولا من المعز؟ كاتب من الضأن. لا من المعز. على خطأ مطبعي. نعم. إلا لمن خصه الشارع، وهما أبو بردة بن نيار وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما. ومن عداهما ممن روي أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يضحي بالجذع فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به والله تعالى. ومن عداهما ممن روي أنه أمره أن يضحي بالجذع فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به. هل غيرهما الله تعالى أمره؟ على كل حال عقبة قال قسم النبي قال من تبقي عتود، قال عتود فقال ضحي به أنت، قال ضحي به أنت، هذه قصة العتود. ينظر هل العتود يعني هل هو جذع أو أنه أو بلغ السن، لكن هنا صريح قال لن تجزي عن أحد بعدك، خاصة صريح بالخصوصية. فينظر يعني هل قصة العتود هل هو بلغ أو لم يبلغ، إن كان لم يبلغ يكون خصوصية تكون بعد ذلك، وينظر أيهما قبل الآخر. نعم. صلى الله عليه. نعم. نعم. حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس حملهما النسائي على معنى واحد. في إيش؟ في ما يجزئ في الضحايا البدنة. إيه. يعني حديث رافع بن خديج في الغنائم وحديث ابن عباس في النحر. نعم. حملهما يعني النسائي إيه. على. هو من الله في النحر إنه قال كنا فاشتركنا في البعير عن عشرة، هذا هو الظاهر في النحر.
حديث ابن عباس حسن. نعم. يعني يجزي البعير في الأضحى عن عشرة. نعم. في الأضحى عن عشرة عن 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 سبعة، وفي الغنائم عن عشرة. نعم. حديث ابن عباس. فيه. هذا في الغنائم كلها. فحضر النحر. الشيخ علق عليه الأثيوبي هنا أحسن الله إليك. قال الذي ذهب إليه ابن المسيب وإسحاق من أن الجزور تجزي عن عشرة هو الأرجح عندي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة فيها خلاف، هو المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال في الضحايا، لكن الأقرب والجمع منهم هذا، بعض العلماء قال أيضا حتى في الضحايا عشرة، لكن الأقرب أنه قال أن هذا في الغنائم. نعم. نعم. إيش الذي إيش؟ قال الذي ذهب إليه ابن المسيب وإسحاق من أن الجزور تجزي عن عشرة هو الأرجح عندي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، فإنه نص في محل النزاع ولا ينافي حديث جابر رضي الله عنه فأنه في التمتع، وحكمهما مختلف بدليل أن الشاة الواحدة تكفي عن أهل بيت في الأضحية دون التمتع، والله تعالى أعلم بالصواب. يا الترشيح يا ذهب إلى واحد واثنين رجح، خلاف قول الجمهور، يعني يقول الذي ذهب إليه فلان وفلان، يعني أخذ بقول اثنين رجح. على كل حال هذا اختياره، الأرجح مثل ما سبق أن في الغنائم عن عشرة وفي الضحايا والهدايا عن سبعة. نعم. أحسن الله عليه. باب إباحة الذبح بالمروة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة فآكل؟ قال كل. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. نيب يعني أنشب أنيابه فيها. وفي هذا الحديث بحث الذبح بالمروة إذا كانت تنهر الدم بحدها، إذا كان كسر حجر صار لحد مثل السكين ينهر الدم فلا بأس في إباحة الذبح بالمروة إذا كانت تنهر الدم بحدها، وهي داخلة في عموم حديث رافع بن الخديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظهر. إذا كان أي شيء ينهر الدم بعود بحجر بسكين أي شيء له حد، أما إذا قتله بثقله ضرب قتله هذا وقيد، هذه المقودة لا بد أن يهرى الدم بكل محدد، شيء محدد سواء كان من قصب أو خشب أو حجر أو نحاس أو زجاج، أي شيء يهرى الدم بحده فإنه يذبح به. نعم. صلى الله عليه. نعم. مقص ينهر الكلب، لا مقص كونه يقصه ما ينبغي، لكن ينهر بطرف المقص، قص المقص. نعم. صلى الله عليه. إباحة الذبح بالعود. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مضر لأنه في المقص قد يكون يقص بسرعة ويبقى الدم، يبقى الدم في العروق ما ينهر. نعم. صلى الله عليه. ها؟ قص يعني شبيه بالثقل لكن خرج الدم لكن ما يخرج كامل. نعم. صلى الله عليه. إباحة الذبح بالعود. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم بن قطري قطري مري بن مصغر قطري فتح القاف والطانة كما في التقريب. نعم. صلى الله عليه. مري بن قطري. نعم. قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به
فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد، فقلت لزيد ووتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها، لأنه ينهر الدم بحده، وتد ينهر الدم بحده، ففي أنه يصح الذبح بكل ما ينهر الدم من مروة وعود وغيرها من كل محدد. نعم صلى الله عليه. حجر 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 مكسر له. نعم. النهي عن الذبح بالظفر. أخبرنا محمد بن مصر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباء عن عن صوابه عمر لا عمر عن صواب عن عمر بن سعيد. نعم أحسن الله عليكم. أخبرنا محمد بن مصر قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباء عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر. باب في الذبح بالسن. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رباعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم الحديث الصحيحين حديث رابع الخديجة في الصحيحين، وفيه أن أنه لا يجزي الذبح بالسن ولا بالظفر، وفيه بيان علة النهي عن الذبح بالسن والظفر. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني في كل العظام ما يجزي الذبح فيها العظم، لأنها إذا ذبح بها يكون فيها الدم والدم ينجسها. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجاوب الجن قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما، ثم قال فلا تستنجوا بالعظام والروثة فإنها يزاد إخوانكم من الجن يفسدها على الجن. فالعظم لا يذبح به، وكذلك الظفر أيضا لأنه مدى الحبشة، والحبشة قوم كفار، يعني سكين والحبشة يذبحون بأظفارهم، فلا تشبههم، فلا يجزي الذبح بالسن ولا بالعظم، وما عدا ذلك كل شيء ينهر الدم فإنه يذبح به. نعم صلى الله عليكم. الأمر بإحداد الشفرة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. لا الحديث لا بأس بسنده، يحد يعني يسنها بشيء حتى تكون حادة قوية، حتى تكون أسرع في إزهاق الروح الدابة حتى لا يتعبها. نعم أحسن الله عليكم. باب رخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة أنه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وفي الحديث حل أكل لحم الخيل أكلناه، والفرس مما يذبح كالبقر. النحر هو أن ينحر تنحر ذبيحة وهي قائمة مثل الإبل، تنحر وهي قائمة معقولة. وأما البقر والغنم والخيل تذبح على تضجع على جنبها الأيسر، وإذا عكست فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. لو ذبحت البعير وهي جالسة هذا لا بأس، لكن خلاف الأفضل. أو ذبحت البقرة والغنم وهي واقفة لا بأس، لكن خلاف الأفضل هو هذا. ولذا قال الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. في نحر ما يذبح من الإبل والبقر والغنم والخيل وهي قائمة،
وذبح ما ينحر وهي الإبل يذبحه وهي باركة. نعم شيخ، دليل هذا نحرنا فرسا. نعم دليل على أن الفرس تنحر وهي قائمة يعني. نعم لا بأس. السلام عليكم. باب الزكاة التي قد نيب فيها السبع. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. نعم يعني نيب فيها، أدخل نيابة فيها لكنها ما ماتت فذبحت فلا بأس تذبح. يعني نيب أنشب أنيابه فيها والناب من خلف الرباعية لكنه ما قتلها، تذبح وتؤكل ما دام ما ماتت. نعم صلى الله عليكم. ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. هنا حمل المؤلف هذا الحديث على المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، لكن الحديث في سند أبو العشراء أو العشراء وهو مقبول، لكن يشهد الحديث الشارد من الإبل والبقر والغنم حكم الصيد كما سيأتي في الحديث اللي بعده. إذا تمردت مثلا دجاجة صار حكم الصيد ترمى، أو تمردت عنز وهربت، أو بقرة أو بعير صار حكم الصيد يرمى في أي مكان. والمتردية في البئر التي لا يوصل إليها كذلك، يعني سقطت فلم يدركها إلا طعن في فخذها وخرج الدم، هذا يعتبر زكاة لها. والحديث فيه في سنده. نعم إشكال على عليه الثيوبي في حديث أبو العشرة المعشرة مجهول، أبو العشرة مجهول لكن يشهد الحديث الشارد. نعم الحديث اللي بعده كمل. ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. هذا هو الشارد منفلتة من الإبل أو البقرة أو الغنم هربت وراحت في البرية ما يقدر عليها، ماذا نعمل فيها؟ صار حكم الصيد نرميها. نعم قال حديث أبي العشراء عن أبيه ضعيف لجهالة أبي العشراء. طيب لكن هل قال له شاهد حكمه؟ قال وله شاهد. وله شاهد إيش؟ وله شاهد ضعيف عند الهيثمي مجمع الزوائد. هذا من قاله؟ حقق هذا أي غيره؟ أبو الطاهر. إيه. أبو الطاهر. وله شاهد إيش؟ قال وله شاهد ضعيف عند الهيثمي في مجمع الزوائد. ضعيف لكن هل الضعف يعني إذا كان ما هو الضعف شديد فلا بأس. وله شاهد الحديث الذي بعده حديث رافع من خديج قال ندى بعير فرماه، يعني يقاس عليه من جنسه، كما أن الشارد لا يقدر عليه فالساقط في البر لا يقدر عليه مع الشاهد الضعيف الذي ذكره، ولا ذكر هل ضعيف شديد. شيخ يقول محمول على الضرورة. ذكر الأثيوبي قال هذا الحديث قال على تقدير صحته محمول على حالة الضرورة للأدلة الأخرى الدالة على وجوب الذبح في الحلق واللبة. الضرورة ما في شكل هو ضرورة، لأن الضرورة ما ذبح. قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة، وقال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والنافرة والمستوحش. انتهى. أحسن الله إليك. إيش يزيد إيش ويزيد؟ وقال أبو داود قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة، وقال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والنافرة والمستوحش. انتهى. أحسن الله إليك.
هذا هو الكلام فعلا، هذا في الطرق ما هو بكل ما لزب كل أحد. نعم نعم. صلى الله عليكم. ذكر المنفلتة التي لا يقدر التي لا يقدر على أخذها. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والظفر. قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها ففعلوا به هكذا. نعم حديث رافع رواه الشيخان يقول نهبا يعني منهوبا يعني غريمة، والشيخ قال فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، ند يعني هرب شرد، فقال إن هذه النعم أوابد يعني توحشة، فإذا توحش وصار من جنس الوحوش تمردت شاة أو مثلا عنز وصارت من الوحوش تعيش في البر صار حكم حواء ترمى، فالمتوحش والشارد ومثلها المتردية على البئر التي لا يقدر عليها. نعم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدا، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر. وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهبة إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسام فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا. ففي أن الشارد وما ند من بهيمة العام حكم الصيد، فإن مات فهو حلال إذا رمي، وإن وجده حيا ذبحه، ومثل المتردية في البر التي لا يقدر على حلقها تطعن في أي مكان من جسدها بالسكين كالفاخذة وغيره ويكفي في حلها ينهار الدم. نعم أحسن الله عليكم. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحسن نعم وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليريح ذبيحته. باب حسن الذبح. أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار نعم. قال أنبأنا جرير عن منصور أبو الحسين في بعض النسخ الحسن نعم. الحسين نعم. أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليريح ذبيحته. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد حاء وأنبانا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قالوا ثنتان يعني هما القتلة والذبح. شداد بن أوس بن ثابت هذا هو أخو حسان بن ثابت نعم. صلى الله عليكم. وضع الرجل على صفحة الضحية. وضع الرجل على صفحة الضحية. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صباحهما قدمه، قلت أنت سمعته منه؟ قال نعم.
نعم فيه فضل الأملح والأقرن إذا تيسر أفضل من غيره في الأضحية، وفيها أن تسمي واجبة والتكبير مستحب، تكبير في الهدايا والضحايا، أما غيرها تسمية، يعني إذا ذبحت ذبيحة للحم تسمي نقول بسم الله تكبير، هذا في الهدايا والضحايا. بعض الناس اعتاد الآن كل ضحية يقول بسم الله والله أكبر، وأنا هذا التكبير في الضحايا والهدايا، التسمية واجبة، كل كبش كونه أملح وأقرن كونه يضعه يذبحه بيده هذا أفضل إذا تيسر، وإلا ذبحه غيره هذا. نعم السلام الله عليكم. تسمية الله عز وجل على الضحية. أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما. التكبير عليها. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين. سبق أن تسمي واجبة، ومن لم يسمي لا تحل الذبيحة إلا إذا تركها نسيانا على الصحيح، أما إذا تركها عمدا فلا تصح الذبيحة، قلت ولا تأكلوا ما لم يكن اسم الله عليه، وإذا تركها نسيانا في خلاف، قيل بعض العلماء تجزئ مطلقة وقيل لا تجزئ مطلقة، قيل تجزئ إذا تركها نسيانا وهو الأقرب. نعم أحسن الله إليكم. ذبح الرجل أضحيته بيده. أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. ذبح الرجل غير أضحيته. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. فلا بأس نحر، لكن كونه يذبحه بيده أفضل كما في الحديث الأول. نعم كونه كبش أفضل من غيره ذكر، وكونه أملح أفضل، وكونه أقرن أيضا كذلك في فضيلة. نعم أحسن الله عليك. نحر ما يذبح. أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، وقال قتيبة في حديثه فأكلنا لحمه خالفه عبدة بن سليمان. أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. نعم فيه حل الفرس والخيل وأنه حلال، وفيه أنه ينحر، يجوز أن ينحر وهو قائم أو مضجع، فلا بأس ينحر، يرحم ما يذبح يجوز أن ينحر، وما ينحر وما يذبح يجوز أن ينحر. نعم صلى الله عليكم. من ذبح لغير الله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى وابن زكريا بن أبي زايدة عن ابن حبان يعني منصورا عن عامر بن واثلة قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس، فغضب علي حتى أحمر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت، فقال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. نعم فأخرجه مسلم بلفظ والديه، وهنا بلفظ المفرد والده وهو يعم، لعن والده يعم، لأن المفرد إذا أضيف يشمل الوالدين. وفيها الرد على الشيعة الذي يقول إن أهل البيت خصوا بشيء، ولهذا لما سأل هذا الرجل علي هل سر لكم الرسول بشيء غضب وأحمر وجهه، قال ما كان يسر لنا شيئا دون الناس، نحن والناس سوا. نعم صلى الله عليه. ها نعم ابن حيان
ابن زكريا بن أبي زائدة عن ابن حيان. نعم عن ابن حيان. نعم قرأت إيش؟ حبان. لا حيان. نعم. صلى الله عليه. النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 وعن إمساكه. سمع. صلى الله عليك. النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 وعن إمساكه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندل قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. الإذن في ذلك فيها أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. ليس لها أذان ولا إقامة. والفريضة لها أذان وإقامة. صلاة كذلك صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة. وفيه وأما صلاة الكسوف لها نداء ينادى الصلاة الجامعة. نعم. نعم قراءة سريعة. نعم سم. الإذن في ذلك. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا. أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قادم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير حاء وأنبانا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمد وأمسكوا. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا
ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. واشربوا واتقوا كل مسكر. في ذكر الناسخ والمنسوخ فيها أنه نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الفقراء الدافة الذين دفوا المدينة، فنهى النبي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ليطعم الفقراء. ثم لما جاءت السنة الثانية أمرهم أن يدخروا، كذلك نهى عن الانتباذ إلا في الأسقية في أول السام، ثم نسخ الأسقية لأن خشية أن تتخمر، لأن الأسقية إذا تخمرت تمزقت بخلاف الأوعية الصلبة كالحجارة وما أشبهها فإنها لا تتخمر ولا يدري عنها. لما استقر الإسلام قال أنه اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وكذلك زيارة القبور نهي عنها أولا ثم أبيحت. نعم، في باب جمع الناسخ والمنسوخ في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليك. الادخار من الأضاحي. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثا. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال وما ذاك؟ قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي، قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا. هذا في بيان العلة، إنما نهيت لأجل الدافة الفقراء الذي دفوا المدينة. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت نعم، أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير، ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد 15، قلت مما ذاك؟ فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، ما شبع من خبز مأدوم، خبز فيه عدام يعني، في اللفظ الآخر ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 ليال سباعا، وهو أفضل الخلق، لأن الدنيا ما تساوي شيء عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كان زاح جناح بعوضة ما سقى كفر من 10 ثماء. نعم، الله تعالى ادخر للأنبياء الآخرة. نعم. أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله. نعم، هذا اللحم القديد قبل أن توجد الثلاجات كان الناس يجففون اللحم يضعون فيه الملح ويجلس مدة شهر وأكثر. نعم. أخبرنا سويد بن نصر. هذا موجود تشوف في الحج، في بعض الوافدين من الحجاج في منى يشرحون اللحم ويضعونه على الجبال. هذا كان الناس سابقا. نعم. صلى الله عليك. قال أنبانا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق 3 أيام ثم قال كلوا وأطعموا. باب ذبائح اليهود. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. نعم، في دلالة على حل ذبائح الكتاب إذا جهل الحال، أما إذا علم أنهم يذبحون باسم المسيح أو بالصاق أو بالخلق فلا، إذا كان يعلم أنه يذبح بالصاق حتى المسلم رماها ضربها برأسها ما تصح ذبيحته، فكذلك أهل الكتاب إذا علم بالصاق الكهربائي أو بالخنق بالدبوس أو يقول باسم المسيح هذا لا تحل، لكن إذا جهلت الحال فالأصل حل تصح ذبيحة المسلم والكتابي إذا جهلت الحال.
لابد يكون الذابح إما مسلم أو كتابي. أما الوثني أو الذي أو ملحد أو الذي لا يصلي فلا لا تحل ذبيحته، لأنه ليس أهلا للذبح. والشاهد من الحديث أن عبد الله المغفل أخذ الجراب، جراب من الشحم، والجراب من ذبيحة من اليهود، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تبسم، دل على حل ذبائح الكتاب. نعم. صلى الله عليه. ذبيحة من لم يعرف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتونا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا. نعم، في أكل ذبيحة من لم يعرف إذا كان من المسلمين أو أهل الكتاب، وفيه أكل ذبيحة المسلم ولو كان حديث العهد بالإسلام، لأن الأصل في المسلم أنه يسمي ما لم تعلم أنه ترك التسمية عمدا. نعم. تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذه شبهة من المشركين القوها عنه. ما ذبح الله يعني لموت اللي ميت ذبحه الله ما يؤكل، واللي تذبحون أنتم يؤكل، اللي ذبحه الله ما يؤكل واللي تذبحون أنتم يؤكل. فنزلت ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه الفسق، ثم نزل وإن الشياطين لا يحول إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون. نعم. النهي عن المجثمة. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نوفيل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجثمة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم يعني ابن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نعم، المجثمة هي الدابة تصبر ثم ترمى، يعني تحبس وترمى، تجعل غرض هدف، يحبس دابة دجاجة أو غيرها يحبسونها يترمون فيها يجعلونها إشارة هدف. هذه المهى نهى عنها، وإنما يجوز رميها إذا ندت وشردت تكون حكمها حكم الطير والصيد، لكن كونها تربط وترمى هذا لا يجوز، لا تحل. نعم، لأنها تصير موقودة في هذا. نعم. أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهادي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أخبرنا عمرو بن علي غرضا يعني هدفا يروى. نعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا يعني هدفا يرمى. نعم. من قتل عصفورا بغير حقها. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما يرفعه قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها. أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني بن مهران قال: حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. هذا الأول: من قتل عصفورا ضعيف جهالة الصهيب، لكن يستدل الحديث الذي بعده يدل على أنه لا يجوز يعني قتل العصفور وغيره ويرميه إلا غرض صحيح، ترمي الصيد وترميه يترميه للأكل لا بأس، أما ترميه وترميه تقتل وترميه في الأرض هذا لا 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 يجوز. إيش قال على حديث هذيك؟ قال صلى الله عليك. قال الجامع: الحديث ضعيف لجهالة صالح بن دينار وهو من أفراد المصنف. جهالة إيش؟ نعم. وين صالح بن دينار؟ الحديث الثاني هذا. لا، الأول صهيب. الأول عفو الله عنه. قال: تقدم هذا الحديث وهو حديث ضعيف لجهالة صهيب مولى بن عامر. طيب، والثاني؟ والثاني قال: الحديث ضعيف لجهالة صالح بن دينار وهو من أفراد المصنف. صالح بن دينار الجعفي ويقال الهلالي مقبول. بس لكن أشد أحدهم الآخر. أقول يشد أحدهم الآخر، الله يصلح يكون حسن لغيره، وأنه لا ينبغي قتل الصيد ويرويه، إنما يقتله لغرض الأكل. نعم. النهي عن أكل لحوم الجلالة. أخبرني عثمان بن عبد الله قال: حدثني سهيل بن بكار قال: حدثنا وهيب بن خالد. صوابه سهل، مكبر لا مصغر. أحسن الله عملك. كما سهل كما صوبنا. نعم. أخبرني عثمان بن عبد الله قال: حدثني سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. والحديث حسن فيه النهي عن الجلالة، هي التي تأكل العذرة، تأكل نجاسة من البهائم، فجاء في بعضها أنها تحبس حتى يطيب لحمها وتطعم الطعام الطيب، وأنه لا يشرب لبنها ولا يأكل لحمها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب. هنا في الحال نهى عن لحوم الحمر الأهلية، معلوم أنها محرمة، وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. الركوب قد يقال الركوب أنه قد يعرق عليها الإنسان، أنا نعم. الزروع تسقى مبيدات ولا تسقى بماء؟ تسقى بماء العذرة، بماء النجاسات كذلك. كان ما ينبغي إسقاء النجس يسقى الزروع. الجلالة تأكل عذرة وما ظهر من لحمها ولا بنها فتحبس أيام ثم تذبح، وكذلك قد يظهر النجاسة في عرقها، ويقال نهى عن ركوبها، ركوب الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. نعم. أحسن الله إليك. النهي عن لبن الجلالة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من فيه السقاء.
ثلاث نواحي: مجثمة التي ترمى تجعل هدف، والجلالة التي تأكل العذرة من الدواب ما يشرب بالبرهاء ولا يأكلها حتى تحبس، والشرب من في السقاء لأنه قد يقذره على غيره، ولأنه قد يخرج بعض الحشرات فيذهب مع الماء في حلقه فيؤذيه. نعم، إذا حبست الجلالة أيام وأطاب الأحمر فلا بأس. نعم. كتاب البيوع، باب الحث على الكسب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبانا الفضل بن موسى قال أنبانا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. عن عمر عن إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن سعيد. نعم، عن عمرو بن سعيد. كذا عندك عمر أتكلم عليه. والحديث الأول إن طيب إذا عمر بن سعيد. والحديث الأول حديث عائشة أن طيب ما أكل الرجل من كسبه لا بأس بسنده، والحديث اللي بعده أحسن سنده منه، وفي دليل على جواز أخذ الإنسان من مال ولده أو مهر ابنته، ويؤيد حديث أنت ومالك لأبيك، فيأخذ الإنسان من مال ولده أو من مال ابنته، لكن عموم إطلاق هذا الحديث مقيد بالحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار، فلا يأخذ من مال ولده أو مهر ابنته ما يضر به أو يحتاجه أو يعطيه لولد آخر، وإنما يأخذ ما زاد عن الحاجة. أنت ومالك لأبيك وولدكم بكسبكم. يجوز الإنسان أن يأخذ من مال ولده بشرطين: الشرط الأول لا يضر بحاله، يعني ما يأخذ شيء يحتاجه، يأخذ مال ولده يخليه يطلع بالشارع ما عنده شيء، لا يشحذ، ما يجوز هذا، إنما يأخذ ما زاد عن حاجته. ثانيا ألا يعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا يعطيه للثاني، يحصل نزاع وشقاق، يأخذ ما زاد عن حاجته. مثلا أعطيه ابنته مهر 10,000 احتاجت 8، تحتاج 8 واثنين ما تحتاج، يأخذ 2000 لا بأس، وإن ترك لها فهو الأفضل تأكلها، لكن لا يجوز له، يجوز أن يأخذ من ماله، وإن تركها فأولى، لكن لا يجوز أن يأخذ من ماله ويتركه عالة على الناس، يأخذ شيء يضر به، يتركه يستدين أو يستاجر أو يذهب وهو لا يستطيع. نعم، صلى الله عليك. إشكال تكلم عليه الثيوبي عن حديثين كل منهما يشد أحدهم الآخر. قال حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح ولا يضر فيه جهالة عمة عمارة بن عمير، لأنه ثبت من رواية الأسود عنها. عن إبراهيم عن الأسود الحديث اللي بعده. نعم، صلى الله عليه. باب اجتناب الشبهات في الكسب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعان. هو صحيح ولا الحسن؟ هو صحيح. ها، قال حديث عائشة هذا حديث صحيح. نعم، أحسن الله عملك. نعم، لا بس. نعم، وإيش الحديث الآخر؟ أنت ومالك لأبيك. نعم، أحسن الله إليك. باب اجتناب الشبهات في الكسب.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة. قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحما يوشك أن يخالط الحما وربما قال إنه من يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط أن يرتع يرتع أو يرتع يعني أرتع يرتع يعني يجعل دواب ترعى في الحما نعم أن يرتع فيه نعم السلام عليكم. وربما قال إنه من يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يدسر. حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. الحديث الأمر الحديث الحلبي والحرمي أخرجه الشيخان. والحديث الثاني فيها حديث الثاني في سعيد بن أبي خيرة الحديث الأخير وهو مقبول وفي الحسن عن أبي هريرة هو لم يسمع عنه يكون منقطع لكن مع الحديث صحيح ويشير الحديث الذي قبله وما أشبه البارحة فإن هذا واقع ويدخل في هذا الحديث كل من تساهل في كسب الحلال. مش قال عليه الأثيوبي إيه والذي قبله إيه الحديث الأخير ضعيف من رواية الحسن السلام قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ضعيف لأن فيه الحسن أما على قول الجمهور فإنه منقطع لأنه لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه وأما على قول من يثبت سماعه منه فإنه لم يصرح بالتحديث بل عنعنه وهو مدلس والله أعلم. سعيد بن أبي خيرة بفتح المعجمة بعدها تحتانية ساكنة البصري مقبول روى عن الحسن البصري وعنه داود بن أبي هند وعباد بن راشد وسعيد بن أبي عروبة ذكر ابن حبان في الثقات وزعم أنه سعيد بن وهب الهمداني ولكنه لم يتابع على ذلك ولي قبله حديث قبله صلى الله عليك حديث أبي هريرة الذي قبله أحسن الله إليك أخرجه البخاري يأتي عن الناس زمان نعم مر معنا في البخاري صلى الله عليه وسلم ما يأتي عن الناس زمان ما يبال الرجل من أين أصاب المال من حال الأول الحديث الحلال البين والحرام البين هذا رواه الشيخان وهذا هذا البخاري صلى الله عليه فقط قال رواه البخاري نعم صلى الله عليه وهذا إذن هذا يشهد الحديث الذي بعده ما يبال الرجل من أين أصاب المال من حلال أو من حرام كل يدخل في هذا كل من تساهل في كسب الحلال نعم صلى الله عليك نعم. باب التجارة. خبرنا عمرو بن علي قال أنبانا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. الحديث لا بأس بسنوه من أفراد النسائي قوله من أشراط الساعة يعني معلامة قرب القيامة أن يفشو المال يعني وتفشو التجارة وسبب فشو المال وفشو التجارة اهتمام الناس بأمر الدنيا
وقال ويظهر العلم. السندي يقول في الحاشية يظهر العلم يعني يزول ويرتفع، يزول أي يزول ويرتفع أي يذهب عن وجه الأرض. والشيخ الثوبي يقول المراد يظهر العلم غير الشرعي. لكن ذكر الشيخ الأسماء الشرعي أن المراد يظهر العلم ولا يعمل به، لعل هذا أنه يظهر العلم ولا يعمل به، وليس ببعيد هذا أن يظهر العلم الآن، ظهر العلم وانتشر الآن وحققت الكتب وتيسرت الآن، يعلم العلم الآن، والحديث الآن يعرف الصحيح منها والشبكة، لكن العمل تخلف العلم ليس ببعيد. اختار الشيخ رحمه الله يظهر العلم يعني يظهر العلم ولا يعمل به. أما الشيخ الثوبي يقول يظهر العلم غير الشرعي، ما وش الفائدة من العلم غير الشرعي؟ ها هذا. وكذلك السندي يقول يظهر العلم أن يزول ويرتفع أن يذهب عن وجه الأرض، هذا خلاف الظاهر. يظهر العلم يعني يزول، يعني فسره بإيش؟ بالعكس. إشكال عندك صلى عملك نقال ويظهر الجهل في حاشية السندي. قال بدل ويظهر العلم قال ويظهر الجهل. بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا. هكذا في بعض النسخ وفي كثير من نسخ العلم. ثم فسرها كما ذكرت مع سلامة. ثم يقول معروف كلامه. يقول يزول ويرتفع وشكاله. نعم. سلامة قال ويظهر العلم هكذا في معظم النسخ بلفظ العلم ويظهر. والظاهر أن المراد به علم الدنيا، ويؤيد هذا ما وقع في الكبرى بلفظ ويظهر القلم بالقاف، فإن ظهور القلم إنما يكون بسبب انتشار العلم الدنيوي كما هو المشاهد الآن، ولا تنافي بينه وبين حديث أنس رضي الله عنه مرفوع أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. فإن المراد به العلم الديني، فالناس جهلاء في أمور دينهم لبعدهم عنه، علماء بأمور دنياهم لانهماكهم في حب الدنيا وانشغالهم بها. وأما ما قاله السندي من معنى ويظهر العلم يزول ويرتفع أن يذهب العلم عن وجه الأرض، فبعيد عن لفظ الحديث، ولعله إنما فسره به لئلا يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه المذكور، ولا تنافي بينهما كما وضحته آنفا ولله الحمد. وقع في بعض النسخ ويظهر الجهل وهو واضح، والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة والقضاء على الأمية، حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك، فتعلم أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى. فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يخالف ذلك كما قد يتوهم البعض ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم. معروف. نعم، المقصود فشو القلم، هذا جاء في أحاديث كثيرة، لكن هنا ويظهر العلم يعني العلم الدنيوي ما يسمى علم، هذا ما يسمى علم عند الإطلاق، لابد يقيد علم زراعة، علم صناعة، علم دنيوي. النصوص دلت على أن العلم إذا أطلق يصبح العلم الشرعي، ولا يراد به غير الشرعي. إذا يريد به غير الشرعي لا بد أن يقيد، العلم الدنيا، علم الزراعة، علم التجارة، علم الطب، علم الصيدلة، علم الكيمياء، يقيد. أما يطلق العلم في النصوص يراد العلم الشرعي، وهذا مطلق ويظهر العلم، هذا يعني أنه ويعيد الحديث الآخر يكثر الجهل ويقل العلم.
نعم. صلى الله عليك. ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم. أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. قول في الحديث السابق ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأجر تاجر بني فلان. قال السندي أي الكاتب الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق. حديث حكيم بن حزام هذا حديث صحيح رواه الشيخان فيه وجوب الصدق والبيان لما في السلعة من العيب في البيع وفيه تحريم الكذب والكتمان وتوقيه في البيع وأن الصدق والبيان من أسباب البركة والكتمان والكذب من أسباب المحق. نعم. صلى الله عليك. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا. قال المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. وهذا في الوعيد الشديد يدل على كل واحد من هذه الثلاث من الكبائر المسبل والمنان والمنفق سلعته. نعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذي يعطي شيئا إلا منه الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب. أخبرني هذا أخرجه مسلم في صحيح. نعم. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. منفقة يعني ينفقها ويدرجها ويمشيها لكن الكسب البركة ممحوقة. نعم. الحلف الواجب للخديعة في البيع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفله ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. الحلف واجب الخديعة يعني الموجب الموجب الخديعة واجب صوبها الموجب مش عندك الواجب الآخر بالموجب. وبيدع على هؤلاء الثلاثة كل واحد كبيرة. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع من السبيل عنده ماء زائد يمنع عنها المر والعياذ بالله. ورجل بايع إماما للدنيا إن أعطاه وفاء وإلا ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف بالله كاذب لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه. حلف إن أعطيت بالسلعة 80 وهو ما أعطي بها إلا 60 بعد العصر. بعد العصر الإنسان يختم يومه بالعمل الصالح وهذا ختمه بإيش؟ ختمه بالكذب. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه. قال الأثيوبي هكذا النسخ بلفظ الواجب بصيغة اسم الفاعل من الثلاثي والظاهر كونه بلفظ الموجب أو الموجب بصيغة اسم الفاعل من الرباعي أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الوعيد لمن حلف يمينا موجبا للخديعة في بيعه. نعم.
الله إليك. الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. سماه التجار، سماه السماسرة. في أن الصدقة كفارة الحلف ولغو اليمين الذي لم يعتقده بقلبه. اللغو شهدنا قوله اللغو، فإنه اليمين الذي لم يعتقده بقلبه، فأمر بالصدقة كفارة للحلف ولغو اليمين. شوبوه يعني يخلطوه بالصدقة. نعم. صلى الله عليك. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. الحديث رواه الشيخان. في إثبات الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما من المجلس، هذا قول الجمهور. قال الإمام مالك: الافتراق يكون بالأقوال، وهذا مرجوح. نعم. ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. أخبرنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. الحديث في إثبات خيار المجلس المتبايعين إلا إذا كان بيع خيار، بأن يعني يقول: لا خيار بيننا الله، فيلزم البيع بمجرد تمام العقد. وكذلك إذا شرط الخيار مدة كيوم أو أسبوع فهما على شرطهما. بيع خيار يقول: خلاص احنا بيعنا، لكن ليس خلاص ليس نلغي الخيار، ما لنا خيار، لا خيار بيننا. وهذا فيه الرد على الإمام مالك رحمه الله في قوله إن المراد التفرق بالأقوال. نعم. أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: أملى علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. صوابه سعيد ليس شعبة، قال: حدثنا سعيد بدل شعبة. أحسن الله. نعم. إيش قال عندك؟ سعيد. ها؟ سعيد ابن سعيد. ها؟ قال: وقع في نسخة المجتمع. نعم. حدثنا شعبة والذي في الكبرى وتحفة الأشراف حدثنا سعيد بدل شعبة. ما سماه سعيد. طيب. نعم. صلى الله عليه. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول أحدهما للآخر اختر. قال: حدثنا سعيد. صلى الله عليه. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا ويكون بيع خيار. وربما قال نافع ويقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا ويكون بيع خيار. وربما قال نافع ويقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا. وقال مرة أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعا أو ما لم يتفرقا. وقال مرة أخرى: ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا. قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخبرنا علي بن حجر: ولا محمول على ابن عمر لم يبلغه النهي، وقال الصنم: ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لعمر إذا اشترى شيئا وأعجبه قام مشى خطوات حتى يلزم البيع، هذا اجتهاد منه ما بلغه النهي. ولا في الحديث سيأتي: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم. نعم. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث. أخبرنا علي بن حجر قال: عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وهو الخيار المجلس، فيلزم البيع بتمام العقد. نعم. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سفيان عن عبد الله عن عبد الله بن دينار أحسن الله عمر بدل عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بكر قال: حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال: عن بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي. الحديث الأخير ضعيف في رواية الحسن عن سمرة، والأرجح أنه نسمع عنه إلا حديث العقيقة، وكذلك ففيه زيادة أنه يتخير ثلاث مرات، وفيه أنه أو يأخذ أحدهما ما هوي ما رضي من صاحبه هوي، فالتقييد ثلاث مرات هذا الحديث فيه علة، وسمع الحسن البصري من سمرة بن جندب في خلاف، الراجح أنه نسمع إلا حديث العقيقة، وعليه في الحديث منقطع فيكون ضعيف، وعليه فلا يشترط أن يتخير ثلاثة أيام أو ثلاث مرات. نعم. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما. نص بأبدانهما هو قول الجمهور، يعني خلاف الإمام مالك هو فرق بالأقوال. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذه بلا حل، هذه خشية ابن عمر خفيت عليه. نعم. سم صلى الله عليك. صلى الله عليك. الخديعة في البيع. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة، فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة. أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، قال إذا بعت فقل لا خلابة. هذا وذلك بسبب ضربة في رأسه أثرت في لسانه وفي عقله، فكان يخدع في البيوع، وكان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أراد أهله أن يحجروا عليه، قال أصبر ما أصبر، فقال إذا بعت قل لا خلابة، يعني لا خديعة لا تخدعوني، وكان في لسانه يقول لا خذابة بالذال، لا خذابة لا خذابة، يريد أن يقول لا خلابة بس في لسانه لا لثة وفي عقله كذلك. والحديث متفق عليه، ففيه أن اللي يخدع ينبغي يقول لا تخدعني، فإذا خدع أهله الخيار بعد ذلك. نعم. صلي. المحفلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. نعم. والمحفلة هي المصرات التي تربط أخلافها الناقة والشاة حتى يكثر اللبن، فيظن المشتري أن لبنها هذا كثير فيخدع، فنهي عن المصرات إلا إذا أخبر قال اللبن ما حلبت اليوم أو يومين. نعم. صلى الله عليه. النهي عن المصارة وهو أن يربط عن المصرة وهو مصراتي أن المصرة النهي عن المصر عن المصرات وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. يعني خدع إذا أراد يبيعها خلوا يومين ثلاثة ما يحلبونها فيكثر اللبن ويسكت ما يخبرهم، فيظن هذا كل يوم اللبن هكذا فينخدع ويشتريها بزيادة، لكن إذا أخبرك قال ما حلبت له يومين أو ثلاثة فلا بأس. نعم. صلى الله عليه.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصر الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع تمر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى مصرات فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار 3 أيام إن شاء يمسكها أمسكها وإن شاء يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء. نعم الحديث متفق عليه وفيه النهي عن التحفيل لا تصرر الإبل والغنم وفيه أن من اشترى شاة محفلة فله الخيار بعد ذلك فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد مع صاع من تمر قطع النزاع يعني صاع تمر مقابل الحليب الذي أخذه في قطع النزاع. فإذا اشترى شاة محفلة ولم يعلم فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاع من تمر إلا إذا أخبره أنه حفلها. ولهذا قال رضيها حلبها وإن كرهها ردها صاع من تمر. والحديث الأخير فيه أنها بالخيار 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر لا سمراء يعني لا حبوب. نعم صلى الله عليه وسلم. المهم إذا عرم أنها سواء حلبة ولا ما حلبة إذا كان في الحال مع مضى مدته ما أحبه. نعم لا إذا ردها في الحال ما يحتاج لكن إذا أخذها وجلست عنده مدة مش حلبها. نعم الخراج بالضمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. الحديث ضعفه البخاري وأبو داود لضعف مخلد بن خفاف فيه كلام لكن الحديث له متابعات قوى بها يكون حسن لغيره كما قواه الشيخ ناصر الألباني في رواية الغليل. ومعنى الخراج بالضمان يعني ما يخرج ويحصل من غلة العين المشترى سواء كانت العين عبد اشترى أو دابة أو غيره بأن اشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن لأن المبيع لو تلف لكان في ضمانه لو تلفه عنده كان في ضمانه فالخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني كما أنه لو تلف وهو في يده كان ضامنا له فكذلك أيضا نرده إذا حصل فيه عيب على صاحبه. الخراج بالضمان كما أنه إذا حصل فيه عيب يرد كما أنه إذا حصل فيه عيب يرده كما أنه إذا لو تلف عنده فهو من ضمانه فكذلك إذا وجد فيه عيبا فإنه يرده على صاحبه. الخراج بالضمان يعني ما يخرج ويحصل من غلة العين المشترى ويكون عنده أياما هو مضمون لو تلف مضمون لو تلف صار من ضمانه فإذا عثر منه على عيب فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن لأن المبيع لو تلف لو كان في ضمانه. هذا معنى الإخراج بالضمان على صحة الحديث. مش قال عليه الشيخ
الثوبي ضعفه البخاري وابو داود حيث هذا مخرج بخفاف في كلام. نعم صادق موجود موجود ان شاء الله. ها قال الجامع عفى الله عنه: خلاصة الأمر أن الحديث لا ينقص عن درجة الحسن، فإن مخلد بن خفاف وثقه بن حبان بن وضاح كما سبق في ترجمته، وتبعه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام كما قال في التقريب. ها وتبعه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام كما قال في التقريب، ومثله يصلح في المتابعة. وين مسلم بن خالد الزنجي؟ قال عفى الله عنك في أول الكلام في حديث حديث عائشة رضي الله عنه هذا حسن، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، وضعفه البخاري وابو داود. قاله الحافظ في بلوغ المرام، قال الحافظ المنذري في مختصر السنن بعد أن نقل تحسين الترمذي الحديث: قال البخاري هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي: فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فقال إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه يعني مخلد بن خفاف، فقال لم يروي عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسنادا يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. قال الجامع عفى الله عنه: وزاد في الجرح والتعديل ما نصه غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال. وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. قال المنذري بعد إرادة طريق مسلم بن خالد الزنجي: قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي، وقد أخرج الحديث الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه مختصرا أنه سلم قضى أن الخراج بالضمان. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت تراه تدليسا قال لا، تراه تدليسا قال لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدم البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجويباري، وهو من روى عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صحه الترمذي وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذري. ثم قال الجامع عفى الله عنه: خلاصة الأمر أن الحديث لا ينقص عن درجة الحسن، فإن مخلد بن خفاف وثقه بن حبان بن وضاح كما سبق، وتابعه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام كما قال في التقريب، ومثله يصلح في المتابعة والشواهد. وتابعه أيضا عمر بن علي، وهو إن كان شديد التدليس فقد نفى التدليس عنه البخاري في هذا الحديث، فمتابعته أقوى مما قبله. والحاصل أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. وهو كذلك حسن خلاص في رواية الغليل. نعم وهذا معنى صحة. نعم صلى عليك. بيع المهاجر للأعرابي. أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها. نعم هذا الحديث فيه حديث لا بأس به، حديث صحيح، وفيه النهي عن أشياء تلقي الركبان، يعني يخرج من البلد ويتلقى الوافدين يشتري منهم، هذا منهي عنه وسيأتي في الحديث. وأن يبيع مهاجر لأعرابي، يعني يقدم البلد يريد أن يبيع السلعة، ويجي صاحب البلد ويقول أنا خلها عندي أنا أبيعها لك، لأن يبيعها الشخص القادم يبيعها برخص، وهذا يخليها عنده في البلد يبيعها بغلاء. والتصرية تصرية التحفيل، وهو ربط أخلافها كما سبق، تصرية يعني عدم حلبها ودة، هذا فيه يعني
فيه يعني غش لمن يريد أن يشتري، والنجس أن يجزي في السلعة وهو لا يريد شراءها، وأن يستام الرجل على صوم أخيه يصوم يعني إذا ركن إليه، هذا محول إذا ركن إليه. وأن تسأل المرأة طلاق أختها إذا أراد أن تزوج امرأة تقول أشترط أن تزوج أن تطلق زوجتك الأولى، هذا لا يجوز. نعم. بيع الحاضر للباد. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزربيقاني قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثني سالم بن نوح قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد. هذا الباب فيه نهى البيع الحاضر للباد، في تحريم بيع الحاضر للبادي والنهي للتحريم. والحاضر هو الساكن في البلد، والبادي الذي يقدم من بلد آخر معه سلعة يريد بيعها، فلا يجوز للحاضر أن يأخذ السلعة من البادي ويبيعها. لماذا؟ الحكمة في المنع أن البادي يبيعها الناس برخص، شخص قدم معه سلعة يبيعها ويمشي، يبيعها برخص، فإذا باعها الحاضر له استوفى ثمنها فيضر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما استشارة البادي للحاضر فلا بأس بها، يعني لو استشيره جاء البادي قال بستشيرك وش رأيك السلعة تسوى كذا، لا بأس. لكن هون يأخذه يبيعها، لا يأخذه يبيعها، خله يبيعها. النهي للتحريم في هذه الأحاديث. وكذلك تلقي سيأتي في الباب الذي بعد تلقي الركبان، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، كل هذا محرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. التلقي. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق، فأقر به أبو أسامة وقال نعم. أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم. فهذا الحديث فيها تحريم التلقي للركبان والجلب، وتلقيهم هو أن يخرج من البلد يتلقى القادمين معهم سلعة، والحكمة في المعنى أن ذلك يضر بالجالب فيشتريها المتلقي برخص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الطرفين، الحاضر لا يبيع للبادي فيضر بالناس، ونهى المشتري أن لا يتلقى الجالب لا يضر بالبائع
فيشتريها بأقل من ثمنها. دين الإسلام لا خير إلا دليل الأمة عليه ولا شر لا حذر منه. الله. الحاضر ولا بيع وإن كان أخاه لأبيه وأمه ولو كان أخوه جانب ولو كان أخوك خلوه يبيعه ويمشيه لا تضر بالناس. كما أنك لا تتلقى الركبان فتضر بالمشتري تشتريها منه برخص. وفيه إثبات الخيار للبائع إذا تلقاه المشتري فاشترى منه بأقل من ثمن السلعة. وفيه أن البيع صحيح لا فاسد للبائع دليل على صحة البيع. البيع صحيح لا فاسد لأنه نثبت الخيار له فدل على صحة البيع. يعني إذا تلقى الجالب سلعة خرج من البلد وتلقى وشرى السلعة منه بثمانين لما ورد البلد وجدها السلعة ثمنها مئة مئتين هل له الخيار؟ خلاص أنت اشتريت من أنت اشتريت منه وغريته ولا صبرت حتى تدخل البلد خل أنا لي الخيار له الخيار يفسخ. نعم. صلى الله عليه وسلم. سوم الرجل على سوم أخيه. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجش ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وهذا في الصحيحين سوم الرجل على سوم أخيه يعني إذا استقر إذا ركن إليه. أما إذا كان بزيادة من يزيد ولا لازال يطلب يزيد لا بأس لكن سام ركن إليه فلما ركن إليه راح يزيد لا هنا لا تسوم على سوم حتى إيش حتى يبيع عليها ويترك. والنجس والزيادة في السلعة ولا الشراء خطبة على خطبة أخيه إذا خطب امرأة وعلم خطبها لا ينبغي حتى يأذن أو يردوه. وكذلك لا تسأل المرأة طلق أختها لتكفى ما في أنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لا. إذا خطب امرأة قالت المرأة أو قال أهلها لا بد تطلق زوجتك الأولى هذا لا يجوز إما أن يزوجوه وإما أن يردوه. وأما هذا الشرط ليس لهم أن يشترطوا هذا. قال تسأل المرأة طلق أختها لتكفى ما في أنها يعني شبه مالها يعني من العشرة شبه بالشيء الذي يكفى لتكفى ما في أنها ولتنكح فإنما لها ما كتب لها يعني تسوج ما كتب الله لها سيأتيها ولا حاجة إلى هذا الشرط. نعم. صلى الله عليه. باب بيع الرجل على بيع أخيه. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. نعم هذا صفته. وكذلك يشتري على شرائه كان يبيع رجل سلعة مثلا يبيع سلعة ويكون لهم الخيار ثلاثة أيام فيأتي للبائع وقت الخيار يقول رد السلعة وأنا أعطيك ثمن أكثر أو يأتي للمشتري ويقول رد السلعة وأنا أعطيك سلعة أرخص منها. فالأول باع على بيع أخيه والثاني شراء سلعة لا يجوز في هذه الحالة بل عليه أن ينتظر حتى يستقر البيع أو يردها. نعم. صحيح. النجش. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي به ما في صحفتها. وهذا ثابت الصحيحين. والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، والنجش حرام، سواء أراد الإضرار بالمشتري أو أراد نفع البائع أو الأمرين معا، يزيد في السلعة حتى يضر إيش المشتري أو حتى ينفع البائع أو الأمرين معا، هذا محرم. لا نعم صلى الله عليه وسلم. الباب السابق رفع الليث، ها رفع الليث معطوف على مالك، رفع إيش؟ قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث هو بيع الرجل على بيع أخيه. إيه الباب الذي قبل والليث واللفظ له أول حديث الباب. إيه وش فيها؟ أقصد أحسن الأعمال هل هو معطوف على مالك أو معطوف على قتيبة؟ أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث. وقال مالك يروي عن نافع، قال قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع الأصل، والليث عن نافع، والليث والليث هو محتمل معطوف على مالك. ايش قال عليه؟ تكلم عليها الثوبي، ما تكلم محتمل. ها ايه ليس من شيوخه. ليث بن سعد من أقران مالك صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال هذا من رباعيات النسائي الاسنان. قتيبة بن سعيد عن مالك والليث يعني نعم كلاهما رواه عن نافع، تكون بال هذا اللي تكون بالجر على هذا جر. أنا عندي بالجر شيء. بالجر؟ إيه طيب نعم. السلام عليكم. البيع في من يزيد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. في حديث سنة أبو بكر الحنفي هو ضعيف من الرابعة كمان، هناك أبو بكر الحنفي متأخر من التاسعة وهو ثقة وعلي، فالحديث ضعيف بهذا السند لكن له شواهد فيكون الحديث حسنا. وفي من يزيد يعني مثلا السلعة يقول هذا بعشرة أو 11، يقول من يزيد، يقول لا زال البائع يقول من يزيد من يزيد فلا بأس. أما إذا سام واحد ركن إليه البائع كأنه أراد أن يبيع عليه فلا تزيد، لكن ما دام يطلب الزيادة فلا بأس. إيش قال عليه الحديث ضعيف؟ قال له شواهد. المسألة الأولى حديث أنس رضي الله عنه ضعيف لجهالة أبي بكر الحنفي فقط بس، ولا تكلم في آخر في فقه الحديث. قال عندي إسناده حسن. ها يقول إسناده حسن أخرجه أبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة، وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس به، وقال الترمذي حسن. طيب هذا من أبو حش؟ هذا أبو طاهر يا شيخ، أبو طاهر زبير علي زائي. حسن أقرب من حسن. نعم ما ذكر حسن فقط، ما ذكر له متابعات. لا ما ذكر. نعم أبي داود كذلك من طريق أبي بكر الحنفي. تكلم عليه وين هو؟ صفحة كم؟
قال الجامع عفى الله عنه. المسألة الثالثة في فوائده، منها ما قاله الحافظ العراقي يستدل به على بيع الحاكم على المعسر، ولكن لم ينقل هنا أنه كان عليه دين. ثم قال الجامع: هذا كله مبني على صحة الحديث وقد عرفت ما فيه فتأمل. ثم ذكر المسألة الرابعة، أخرج الدارقطني رحمه الله في سنن من رواية عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى وسلم عن بيع المزايدة، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث. من رواية عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. ومن طريق الواقد عن أسامة بن زيد الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر به مثله. قال ولي الدين: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر، وعمر بن مالك هو الشرعبي موثق. طيب وش ما حصل يعني؟ لا ها؟ لا سب 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 الغرم الحسن. نعم، صلى الله عليكم. نعم، ضعفه حسن الحافظ حديثه. نعم، حسن من اللي حسن؟ حافظ حافظ وسماحة الشيخ. نعم نعم الشيخ. نعم يقول تأملت فوجة الحديث حسن. الحافظ الحافظ فيه ذكر الحافظ وين فيه؟ تعليق. نعم نعم، أحسن الله عليك. باب بيع الملامسة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم، الحديث تحريم الملامسة والمنابذة. باب تفس يعني لما في هذه البيعين من الغرض، والحديث ثابت في الصحيحين. الملامسة يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بمئة. قد يلمس ثوب يساوي 500، وقد يلمس ثوب ما يساوي إلا 5 في غرض. وكذلك النبع المنابذة: أي شيء ثوب نبذته وطرحته فهو لك بمئة أو بخمسين، هذا غرض. نعم، باب تفسير ذلك. أخبرنا نعم. إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني يشتريه ما نظر إليه. نعم، باب بيع المنابذة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. أخبرني الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. باب تفسير ذلك. أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: سمعت سعيد يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة. والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. قوله اتباع الرجلان بالثوبين تحت الليل، لا يشترط أن يكون تحت الليل، بل حتى بعد النهار. إذا نبذ إليه الثوب ولا يقلبه ولا يعرفه سواء في الليل أو في النهار. إنما هذا مثال، يعني قوله في الليل هذا مثال. وكذلك المنابذة يطرح الثوب والثاني يطرح فيه ويتباعان على ذلك، ارمي عليه الثوب وارمي عليك الثوب.
هذا ما يصح، لابد تقلب وتنظر وتشوف يعني هل يساوي القيمة أو لا يساوي، وهل هو من صوف أو من قطن أو من غيره. نعم. أحسن الله عليك. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يتقلبه، قبل أن يقلبه، قبل أن يقلبه. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع. إذا نبذت، حسن الله عليك، إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، وإذا مسه فقد وجب البيع. واللبستين هما اشتمال الصمة والاحتباء. نعم. أخبرنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن إيش بن يزيد، أحسن الله عليك، في جميع النسخ يزيد، وفي حاشية نسخة الطبري الصواب زيد. طيب. وهو الموافق. طيب أحسن الله. هارون بن زيد. نعم. أخبرنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحو من هذا الوصف لما في من الغرر. نعم. قال باب بيع الحصات. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. نعم، هذا معطف العام على الخاص، بيع الغرر يدخل في بيع الحصات، لبيع الحصات بيع الغرر. نعم، والحديث الصحيحين. نعم. باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري، لأنها معرضة للآفات قبل بدو صلاحها. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، والحديث الصحيح رواه. نعم. أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمر حتى لا تبيع، أحسن الله عليك، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالثمر، ولا تبتاع، أحسن الله عليك، قال ولا تبتاع الثمر بالثمر. نعم. قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فذكر مثله سواء. نهى عن مثله سواء. لا ثمر ثمر الثمر ثمر أعم. نعم. ها تبتع الثمر بالتمر كذلك، ما ضبط عندك؟ ولا تبتع الثمر بالتمر، هنا الأول بفتح المثلثة والميم والرطب على النخيل، والثاني بالمثنات الفوقية وسكون الميم بالتمر، ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزب بمعنى الدفع، هذا البيع قد يفضي إلى التدافع. ثمر بالتمر. نعم.
الله. قال عندي قول الثمر بالثمر صح على آخره التمر بالتمر، وفي نسخة الثمر بالثمر، وفي نسخة التمر بالثمر. إيه الصواب الثمر بالتمر، الأولى بالثاء وثابتة. نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في بيع العرايا. نعم، والحكمة في المنع تعذر التساوي بين المتماثلين من التمر أو العنب أو الحب في السنبل، فيتعذر التماثل بينهما. نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. نعم، وقوله حتى يطعم يعني حتى يصلح الأكل. نعم. باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. يعني فإن تركها إلى أوانه فسد البيع. شراء الثمر قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، هذا يجوز. أخذ المؤلف الترجمة من المعنى، وذلك أنه إذا باع الثمر بشرط قطعها في الحال للعلف للدواب لا للأكل فلا محذور حينئذ. فإن أخر قطع الثمر حتى يبدو صلاحها فسد البيع، ولو ادعى أنه متشاغل عنها فلا يقبل قوله، بل يفسد البيع سدا للذريعة. نعم. أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. فبما أحدكم يأخذ مال أخيه بغير حق تزهى، يعني تزهو إذا ظهرت ثمرته. نعم. صلى الله عليه. باب وضع الجوائح. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الحديث الصحيح. نعم. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمرة قال حدثنا ثور بن يزيد بن حمزة. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن حمزة. نعم. حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. نعم، يعني إذا أصابته جائحة باع البائع على شخص نخلات أو ثم أصابت الجائحة فتكون الجائحة تضع على حساب البائع، تروح على البائع والمشتري يعني ليس له ما له يعني يد في هذا، هي على حظ البائع، البائع هو اللي هي نخلته، فإذا أصابته جائحة توضع الجائحة يعني المشتري يعني. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد. الجوائح هي الآفات التي تصيب الثمرة. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الحديث متفق عليه، وهذا محمول على نصيب بسبب نقص القيمة أو غير ذلك، لا بجائحة صيب في ثمان بتاعها، ما ذكر الجائحة، الجائحة وضعها النبي، محمول على نصيب بسبب نقص القيمة أو غيرها، لا بجائحة أصابت الثمار قبل أخذه، وعليه فلا معارضة بين هذا الحديث وحديث وضع الجوائح. نعم. باب بيع الثمر سنين. أخبرنا قتيبة الثوبي. نعم. أحسن الله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة: عتيك بالكاف، والصواب عتيق، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين لما فيه من الغرر. يقول أبيع لك مثلا ثمر هذا البستان 10 سنين كل سنة 100,000، هذا غرر، ما يطلع السنين الماضية لما فيه من الغرر، بل يبيع الثمرة الحاضرة الموجودة، بيع عليك الثمرة الحاضرة حسنة، أما السنة الثانية واللي بعدها هذا لا يعلم به إلا الله، ما هل تنتج ولا ما تنتج، لما فيه من الغرر، بل بيع الثمرة الحاضرة الموجودة في البستان، أما السنة المستقبلة فلا بيعها لأنها مجهولة. نعم. باب بيع الثمر بالتمر. تكلم عليه الثوبي فيه في الرجل ابتاعها، قال هل في الجائحة ولا تكلم عليه؟ قال تكلم، نقل عن السندي أولا عفى الله عنك، قال ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه، ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال إلا ذلك لوجوب الإنظار في غيره، قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، وحينئذ فلا وضع أصلا، وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن وحينئذ يقول إيش؟ وحينئذ فلا وضع أصلا، وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله أعلم، انتهى. قال الجامع عفى الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث محمول على أنها تلفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري وليس له حق في الوضع، فلا يكون الحديث معارضا لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح، وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة فتلك الأحاديث ترجح عليه لقوتها. تنبيه: زاد المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى بعد إرادة حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا ما نص، قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث سليمان بن عتيق، انتهى. على كل حال لا قلنا فيه يعني في غير وضع الجوائح، ما يعارض وضع الجوائح. نعم. ويقول محمول على أنه أخرها بعد جدا. نعم. نعم كم مش أقرأ. باب بيع الثمر بالتمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. أخبرنا زيد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي وإن نقص فعلي. إلا في العرايا خاصة، الحديث متفق عليه. العرايا يبيع تمر، يكون فقير عنده تمر قديم يريد أن يتفكه مع الناس، يريد يأكل رطب وليس عنده دراهم، فرخص له في حدود 5 أوسق خاص. نعم. باب بيع الكرم بالزبيب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. نعم، الحكم عن المزابنة، نهى عن المزابنة ويبيع التمر على رؤوس النخل لأنه لا يمكن التساوي، لأنه ينقص الرطب إذا كان في رؤوس النخل إذا يبس نقص، وكذلك الكرم بالعنب، العنب الرطب إذا يبس ينقص فلا يمكن يحصل تساوي، فلهذا نهي. نعم، نهى عن المزابنة. أحسن الله عليك. نعم. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. نعم، لأنه لا يحصل تساوي، لأن اللي على رؤوس الشجرة والنخل رطب ييبس بعدين ينقص. نعم. أخبرنا والحديث متفق عليه. نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. باب بيع العرايا بخرصها تمرا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها. أخبرني عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. باب بيع العرايا بالرطب. أخبرنا أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أخبرنا الحسين بن عيسى قال أحدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها. والحديث متفق عليه. وفي الحديث في هذا الحديث الرخصة في العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بعد خرصه بمثله من التمر إذا يبس فيما دون 5 أوسق للمحتاج. فشروط العرايا خرص الرطب تمرا إذا يبس، ثانيا بيعه بمقدار خرصه تمرا، ثالثا أن يكون فيما دون 5 أوسق، ثالثا أن يكون المحتاج لا يجد نقودا ويريد أن يأكل رطبا مع الناس. بهذه الشروط يجوز. مثلا الفقير عنده مثلا 100 كيلو تمر ولا عنده دراهم يريد أن يأكل رطب، فيأتي صاحب النخل ويقول كامل عندي هذه النخلات 5 نخلات قدرها، قال قدرها الحين مثل 120 كيلو، لكن إذا يبست ما تجي إلا 100، خلاص يعطيه 100 خاص بهذا الفقير الذي محتاج وليس عنده نقود وفي حدود 5 أوسق فقط. هذا من هذه الشروط. وهو اشتراط الخرص واشتراط أكلها رطبا، إنه يريد أكلها رطبا واشتراط الخرص يخرصها يقدرها بثمن ذابسة. نعم. قال باب اشتراء التمر بالرطب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. زيد بن عياش. نعم أبو عياش. نعم أحسن الله عليك. ها؟ سيد بن عياش وهو أبو عياش. نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب التمر
فقال ينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه. والحديث متفق عليه، وفي أنه لا يشترى التمر بالرطب، التمر اليابس والرطب، لأنه ينقص، إلا العرايا مستثنات كما سبق، العرايا مستثنات لأنه لا يمكن التساوي. نعم. باب بيع الصبرة من الثمر، من باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نعم. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. فيها أنه لا يجوز بيع الصبرة بالتمر لوجود الجهالة في أحد العوضين، لا يمكن، عندك كوم من التمر وعندك 100 كيلو، وقال 100 كيلو بالكوم، الكوم هذا ما يدرى، لازم تكيلها، جهال، لابد من الجهال، فيه جهالة. نعم. باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، وأنه لا يجوز. نعم. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. يوجد الجهالة في كل من العوضين أو أحدهما، يعني تباع صبرة من الطعام، كومة من البر، بكومة من البر، ما يدرى هذا وهذا، هذا لا يدرى كم وهذا لا يدرى كم، أو تبيع صبرة من الطعام ب100 كيلو، الجهالة موجودة في أحد العوضين فلا يجوز. نعم. باب بيع الزرع بالطعام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع تمر حائطه ثمر أحسن الله عليك، أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا، إن كان بدون واو، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. نعم، لعلة النهي وجود الجهالة بين العوضين أو أحدهما، يبيع الثمر النخل بالتمر هذا ينقص، وكذلك الكرم العنب في رؤوس الشجر ينقص بالزبيب ينقص، وكذلك الزرع السنبل يبيعه بكيل من الطعام ينقص. نعم. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم. نعم، المخابرة بيع الزرع السنبل بالحب، مزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بالتمر، محاقلة كذلك بيع السنبل بالزرع، وعن بيع الثمر حتى قبل الطعام، وعن بيع إلا بالدراهم والدنانير ما في إشكال. نعم. باب بيع السنبل حتى يبيض. أخبرني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. نعم، لأن لما في ذلك من الغرض، نبيع النخلة حتى تزهو حتى تحمر تصفر، وعن السنبل حتى يبيض، إلا إذا اشترط قطعه في الحال جاز بيعه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بالورق ثم اشتري به. الصيحان والعذق نوعان من التمر الجيد، والجمع تمر الرديء، والورق الفضة، يعني ما نجد التمر الجيد الصيحاني والعذق ونبيعه، ما نجده نبيعه بتمر رديء، نأخذ مثل 5 كيلو من التمر الرديء بكيلو من التمر الجيد. فقال لا يجوز هذا، بيّن له المخرج قال بيعه بالورق ثم اشتري به، بيعه دراهم ثم اشتري بالدراهم، بيع التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم التمر الجيد، هذا مخرج،
بين له النبي المخرج، بيعه بالورق ثم اشتربه. أما تبيع صيحاني وعذق تمر جيد بتمر ردي هذا لا يجوز، تمر لا يبيع التمر والتمر متفاضلة، لكن المخرج هو أن تبيع التمر الردي بالدراهم ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا. نعم. باب بيع التمر بالتمر متفاضلا. أخبرنا بركة بركة قف على هذا، وفق الله الجميع طاعته، رزق الله الجميع من نفع العمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.